مرحبا، مساء الخير. ندخل اليوم في غمار المحاضرة الثالثة حول هيجل، حول فلسفة التاريخ عند هيجل. بعدما عالجنا في المحاضرة الأولى الأشكال المتعددة للتاريخ، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى مفاهيم التاريخ الفلسفي عند هيجل، شروط قيام فلسفة التاريخ، وكذلك بعض المفاهيم الأخرى من قبيل مفهوم التقدم، مفهوم لا بروفيدانس، التاريخ لما هو استلاب للروح في الزمان، وهذا ما سنتعمق فيه كثيرا في هذه المحاضرة. موضوع محاضرة اليوم إذن هو جوهر التاريخ في فلسفة هيجل. كيف يعرف هيجل جوهر التاريخ انطلاقا من نصوص هيجل نفسها، وكذلك من محاضرة لويا التوسير حول فلسفة هيجل السياسية والتاريخية. يبدأ إذن التوسير محاضرته بهذا الجزء، بإحالة إلى جملة لهيجل يقول فيها ما يلي: إن التاريخ الكوني يدور رحاه في المجال الثقافي. هذه الإحالة الأولى. ثم الإحالة الثانية: إن الطبيعة الفيزيائية تتدخل كذلك في التاريخ الكوني، ولكن الجوهرية دائما هو الروح. هذه الإحالة من كتاب هيجل محاضرات في فلسفة التاريخ، صفحة 27. كل هذا القول يستند على الإقرار بالثنائية القائمة بين الطبيعة والتاريخ، بمعنى بين الطبيعة والروح. فالطبيعة في الفكر الهيجلي هي l'extériorité à soi-même، بمعنى كل ما هو خارج، كل ما هو موضوعي عن الذات. أما الروح هي l'intériorité à soi-même، بمعنى ما هو داخل الذات. إذن جوهر المادة هو بالنسبة إلى هيجل هو الجاذبية، كما أقر بذلك كل العلم الحديث. جوهر الروح هو الحرية. هكذا إذن يبني هيجل، ينطلق هيجل من هذا التعارض بين المادة والروح لكي يؤسس لمفهومه للتاريخ. تجد المادة نفسها خارج الوحدة وتبحث عنها، فغايتها إذن خارج عنها أو في علاقة تخارج عن نفسها، وهذا ما يعرف عند هيجل مفهوم المادة. فلو كان جوهر المادة يتوافق معها أو في انسجام معها، فلن تكون آنذاك مادة، ولن تكون أبدا كذلك هندسية. أما الروح فيجد في مركزه ووحدته ذاته، إنه في ذاته ولذاته، كما يقول هيجل باللغة الألمانية بايزيش. بايزيش بمعنى شلوي. وهذا ما يعرف الحرية عند هيجل. إذا هيجل أساس مفهومه للتاريخ هو هذا التمييز أو هذه الثنائية بين مجال المادة ومجال الروح. مجال المادة جوهره هو مفهوم الجاذبية، ومجال الروح جوهره هو مفهوم الحرية. إذا انطلقنا إذن مجال الروح هو كما قلنا الانتيريوريتي الداخل،
être بايزيش بمعنى être chez lui والوعي بالذات والحرية. إذا انطلقنا إذن من التاريخ بما هو استلاب للروح ضمن مجال الذات أو ضمن مجال الزمان عفوا، فكما يقول هيجل في الصفحة 62 من محاضراته عن فلسفة التاريخ التي يقول فيها: L'histoire universelle est l'aliénation de l'esprit dans le temps, comme l'idée en tant que nature s'aliène dans l'espace. إذن التاريخ الكوني هو استلاب للروح في مجال الزمان، تماما كما أن الفكرة بما هي الطبيعة هي كذلك استلاب في المكان أو في مجال المكان. لهذا السبب يقر هيجل بأن الطبيعة لا تاريخ لها. الطبيعة بالنسبة إلى هيجل لا تاريخ لها، وهذا ما سنشرحه الآن. لماذا يعني أصر هيجل على هذه الثنائية، ولماذا أصر على أن على انعدام وجود تاريخ داخل مجال الطبيعة الفيزيائية؟ فبالرغم من وجود تحولات في الطبيعة، وبالرغم من وجود كذلك ما يسميه هيجل الزمان الطبيعي والتطور الطبيعي، ولكن هيجل لا يقحم كل ذلك في مجال التاريخ. والآن سنحاول معرفة لماذا الطبيعة لا تاريخ لها بالنسبة إلى هيجل. أولا، لأن زمان التاريخ هو زمان يتقدم نحو الأفضل. زمان التاريخ يستند عند هيجل على فكرة التقدم. التقدم ليس فقط نحو الأفضل وإنما نحو الكمال. هذا هو السبب الأفضل، يعني vers le mieux et vers le parfait. زمان التاريخ يتقدم دائما في اتجاه الأفضل وفي اتجاه الكمال. أما في الطبيعة فلا يحدث أي جديد، إنها دورة الحياة نفسها الرتيبة، دورة الرتيبة. إن الجديد لا يحدث ولا ينتج إلا في التغييرات التي تحدث ضمن مجال الروح، أي ضمن مجال التاريخ. لهذا كان يقول هيجل في البداية إن التاريخ الكوني يدور في المجال الثقافي أو في المجال الروحي. إن التاريخ إذن يتحدد بخاصية يتميز بها عن الطبيعة، وهي الكمال والتقدم، أو لنقول التقدم نحو الكمال. وهذا هو أساس التمييز الهيجلي بين التطور الطبيعي والتاريخ. لأن هيجل هذا التمييز حاسم بالنسبة إليه في فلسفة التاريخ. نحن لا نتحدث عن فلسفة التاريخ إلا ضمن مجال الروح. إذن التطور يحدث للمواضيع الطبيعية العضوية، ففي مجال التطور الطبيعي نكون أمام كذلك تطور مباشر لا تواجهه تعارضات، تناقضات أو عوائق. في التطور الطبيعي لا توجد عوائق ولا توجد تناقضات. أما في مجال الروح فالأمر مختلف. حينما نقول مجال الروح فبالضرورة نقول نحن عند هيجل في مجال التاريخ. فالروح تتعارض مع ذاتها فتشكل لذاتها العائق الرئيسي الذي ينبغي عليها أن تتجاوزه. إذن التمييز الهيجلي بين التطور الطبيعي والتاريخ، أولا أساسه فكرة التقدم، ثم ثانيا هو أن هيجل يقر بأن التطور الطبيعي هو تطور هادئ ورتيب، أما التطور التاريخي فهو صراع مرير للروح ضد ذاتها. إنها رحلة الروح نحو
المفهوم الخاص بها في مجال التاريخ. نبدأ من الروح لنصل إلى لو كونسيبت، يعني هناك خط مستقيم بالنسبة إلى هيجل. هذا هو الذي يعرف جوهر التاريخ عند هيجل، لأن مجال التاريخ هو مجال الروح، وما نبدأ به في التاريخ هو الروح، وما ننتهي إليه هو المفهوم الخاص بهذه الروح، بمعنى لو كونسيبت. في هذه الرحلة، طبعا هذه الرحلة، ما يحصل ما بين الروح إلى غاية المفهوم هو جدل استلاب الروح في مجال الزمن. إذن التطور الطبيعي يحدث على شكل دائري. نقطة البداية هي نقطة النهاية. في التاريخ الكوني ننطلق النموذج هو يعني ننطلق من الروح لنصل إلى المفهوم، وهو تقدم نحو الأفضل والكمال دائما. ندخل الآن في الجزء الثاني، فيما سماه هيجل جدل الروح. إذا كنا قد أقرنا بأن مجال أن الروح لأننا نبدأ من الروح لننتهي إلى المفهوم، لابد من الضرورة من شرح كيف تبدأ العملية الجدلية من الروح إلى المفهوم الخاص بهذه الروح. طبعا الإنسان يكتشف الآثار القديمة فيعي أن الموت هو فجر لحياة جديدة. إذن مسار استلاب الروح بالنسبة إلى هيجل، تعيش الروح الاستلاب حينما تنطلق من ذاتها لتنتج ثقافة. مقصود بالثقافة الاقتصاد السياسي، المؤسسات السياسية والقانونية، الفنون والفلسفة. إذن فهي تحاول تحقيق أو تحقق ما هو في ذاته، ولكن في نفس الوقت يتحقق التناقض التالي بين الروح وما حققته هذه الروح. فالروح تتحقق، تتخارج وتتموضع، فتعيش ما يسميه هيجل بالاستلاب. إذن يحدث نوع من الاستلاب الذاتي للروح، لوتو ألينياسيون، وهذا الاستلاب الذاتي للروح لا يؤدي إلى الدمار أو إلى التكرار، وإنما يؤدي حسب هيجل إلى الاستيعاب الداخلي للوعي بالذات. لهذا يقول هيجل في نص سنراه بعد قليل أن في التاريخ ما يبقى دائما هو نوع غير متناهي. يبقى دائما هذا في التاريخ، هذا النوع الغير المتناهي هو الفكر، على عكس ما يقع في الطبيعة. وهنا سنتجه إلى نص لهيجل سنقرأه بالفرنسية وسنحاول أن نشرح النص. النص مأخوذ من الصفحة 65 من محاضرات في فلسفة التاريخ. La conservation de l'espèce n'est que la reprise uniforme de la même façon d'exister. بمعنى الحفاظ على النوع هو ليس إلا عملية تقوم يعني بإعادة إنتاج نفس النمط الذي كان موجود سابقا.
يعني هنا نكون في التكرار. Il faut remarquer de plus comment la connaissance خصنا نلاحظوا بشكل أكثر كيف أن المعرفة la compréhension de l'être par la pensée ومعرفة الكينونة من خلال الفكر est la source et le lieu d'origine d'une nouvelle forme et certes d'une forme supérieure en un principe de conservation et de transfiguration à la fois. بمعنى أن المعرفة والفكر يؤديان إلى تطور يتجاوز التطور الذي يحدث في الطبيعة إلى أشكال أرقى من الوجود الحياتي والاجتماعي. Car la pensée est le général, l'espèce qui ne meurt pas, qui demeure semblable à elle-même. لأن الفكر بالنسبة إلى هيجل هو النوع الذي لا يموت. Cette résolution et activité de l'esprit et les conservations et transfigurations en même temps. في نفس الوقت هذه العملية بما هي عملية روحية فهي تحقق البقاء وتحقق كذلك الرقي. Ainsi, tandis que l'esprit supprime, aufhebt la réalité, حيث أن الروح يعني يقوم بعملية مسح للواقع والمعرفة بما هو موجود فهو كذلك يربح مزيدا من الجوهر. Il gagne du même coup l'essence, la pensée, l'élément général de ce qu'il était uniquement. Le résultat de cette évolution, c'est donc que l'esprit, tandis qu'il s'objective et pense son être, détruit d'un côté la détermination de son être et en saisit d'autre part l'élément universel, donnant ainsi à son principe une direction nouvelle. إذن الفكر والروح هو الذي يحقق في مجال التاريخ شرط الكونية. لهذا يقر هيجل بأن غاية التاريخ هي الوعي بجوهر الروح. إذن غاية التاريخ هي الوعي بجوهر الروح. ما هو جوهر الروح؟ جوهر الروح هو الحرية. إذن الروح جوهرها هو الحرية تماما كما أن جوهر المادة هو الجاذبية. التاريخ الكوني إذن جوهر التاريخ الكوني هو أنه تمثل للروح في سعيها نحو معرفة ذاتها أو معرفة جوهرها أي معرفة الحرية أو تحقيق الحرية. لهذا la fin de l'histoire pour Hegel هي la prise de conscience de l'essence même de l'esprit, c'est-à-dire la liberté. هذا هو جوهر غاية التاريخ بما هي معرفة يعني أو الوعي بجوهر الروح أي الحرية. هنا يقدم هيجل مثال comme le germe porte en soi la nature entière de l'arbre, أن البذرة تحمل في ذاتها الطبيعة يعني الكاملة للشجرة, le goût, la forme des fruits de même, بمعنى حتى طعم الفواكه وشكل الفاكهة. De même, les premières traces de l'esprit contiennent déjà aussi virtuellement toute l'histoire. لهذا فالخطوات أو لنقول يعني الإشارات الأولى للروح في التاريخ فهي كذلك تتضمن يعني التاريخ كل التاريخ. مهنا طبعا غادي يجيو من هذا التصور اللي المثالي الهيجلي للتاريخ غادي تجينا غادي تبدا الاحكام
هيجل حول يعني الشعوب والثقافات الأخرى. مثلا عن الشرقيين، ما الذي يقوله هيجل؟ قول أن الشرقيين ne savent pas qu'on soit l'homme est libre، لا يعرفون أن الإنسان في ذاته حر. هذه بالنسبة لهيجل، ولا حكم مطلق الشرقيين كاملين مع لا يعرفون أن الإنسان في ذاته هو حرية. وبما أنهم لا يعرفون ذلك، فبالتالي لا يمكنهم أن يكونوا أحرار. بالنسبة إليهم واحد الإنسان حر، شكون هو؟ هو لو ديسبوت، هو المستبد. هذا هنا كيجي الحكم دهيجل، يعني من بعد هذا العرض كامل كيجي الحكم دهيجل على الثقافات الأخرى، الشرق، الإغريق إلى آخره. الإغريق ماذا يقول عنهم هيجل؟ chez eux c'est d'abord lever la conscience de la liberté. عندهم أولا بدأ الوعي بالحرية، لهذا كانوا أحرار. بون، بعض منهم يسافي كو كيلكوزان سون ليبر، لأن كان مجتمع عبودي وأن الحرية كانت محدودة. بالنسبة للمسيحية، لو كريستيانيزم سي كو تيت اوم اي ليبر، كو توت اوم اي ليبر، مي تاش لونغ اي اردو دو رياليزي سو برانسيب. ولكن المسيحية تقر بأن كل إنسان حر، ولكن باقي خص يعني مهمات كبرى باش يتحقق هذا المبدأ. إذا ما يعرف جوهر التاريخ عند هيجل أو التاريخ الكوني نحو هيجل هو التالي: التاريخ الكوني أو جوهر التاريخ هو الكوني عند هيجل هو التقدم نحو الوعي بالحرية، أي الوعي بجوهر الروح. هذا هو مفهوم التاريخ الهيجلي في هذه المحاضرة، وهذا ما أردنا إيصاله اليوم حول جوهر التاريخ عند هيجل. في المحاضرة اللاحقة سنحاول يعني دراسة مفهوم لي مويان دو ليسبري، وسائل الروح، وكذلك مفهوم ندخل كذلك في مفهوم الدولة. طبعا سندرس مفهوم أو ما أقره فيرشتيلونغ، أنا مكر العقل أو مكر التاريخ. ثم في النهاية سنقتحم مجال الفلسفة السياسية الهيجيلية لنتهيأ بعد ذلك لدراسة مشكلة التاريخ في كتابات ماركس الشاب. وشكراً.